طلبك موجود، وعلى صفحتنا ممكن تعرفي أقرب محل بتعامل معنا، ولا تنسي تشاركي رأيك بشغلنا. مع السلامة حبيبتي. أهلاً أبو فارس، شو صار معنا بخصوص البضاعة اليوم؟ الزباين عجبتهم الحلويات والمعجنات اللي بتعمليهم، ولهيك بدي أوصي على البضاعة كمان. وزي ما اتفقنا، اللي بينباع حقهم بيوصلك فوراً على المحفظة الإلكترونية. استخدام المحفظة الإلكترونية ساعدني بمشروعي المنزلي، زدت من نقاط البيع جوا وبرا محافظتي، ومردود المبيعات بيوصلني مباشرة بدون ما أضطر أعطل شغلي، وقدرت أحدد احتياجات زبايني وأفضل نقاط البيع اللي بتعامل معها. المحفظة الإلكترونية هي الخيار الأمثل، لأنها سهلة وآمنة وكلفتها قليلة.